اعتقدت هذه العائلات لوهلة أنها ليست من البشر واستسلمت للعيش داخل هذه الكهوف لسنوات. والغريب عندما تشاهد 4 عائلات من 20 فردا تسكن شقتين صغيرتين جدا داخل بيت واحد بحمام مشترك ومطبخ لا يسع سوى لشخص واحد فحسب. ممكن تشوف الكوزينة هذه هي الكوزينة تاعك. مالك يا حبابك شوف ديك من الأشخاص هذه. ادخل ادخل زيد ادخل شوف على خير باش تبدل البيان. هات شوف شوف. طيب دقيقة خاصك نزيد نوريها لك تشوف شحال فيها الأرض. باش تشوف الأرض شحال فيها. هاي ليك الأرض تاعها هذه كوزينة. شوف الأرض هذه تدخل عقلك بلي هذه كوزينة. يا حبابك شوف شحال شوف شحال. هيا كيفاش تمشي وكيفاش تدور كيفاش هادي كوزينة. هادي هي الكوزينة من 4 كراجات. وهنا وراني واقف هنا الكولوار هنا زعما السحيل الكبير هذا هو الكولوار وهنا ننشرو منه كولوار منه نشر. شوف تفتح الباب الكولوار يخلص خلاص الكولوار راني دوكا في الزنقة. هاك تشوف شحال الكولوار شحال صغير هاديك الزنقة باش تشوف هنا بلي راني برا. كي نجي داخل هاوليك هنا الكولوار هنا كلش وهاديك الكوزينة. شوف شحال كاين تيغ شوف الباب هنا شوف هاي تشوف هنا دقيقة برك نوري لك هنا شوف شحال كاين شوف شحال يبقى مي با دي سونتي. هادي هي كلش يا حبابك هنا كيفاش كاين كوزينة كيما هادي. شوفوا هاليك ها احسن هاليك 1 2 3 4 كراجات ما لحقوش ما كاين والو كاين غير طابونة برك. شوف الله غالب كاين 22 واحد بي سي واحد بي سي تاع 22 واحد 4 خواص انا ولينا شيوخ هذا يلا نطلبوا الحلول العاجله يلا مار بركه 7 دراري في دار تاع 3 3 فوضويه بنيتها فوضويه هذه زياده بعيد من ياكو زيلو تاع كبير يجيب من دي جونز بومصا بني فوق من هاي ضروره. أقل أسرة تسكن هذا الصفيح عددها 7 صفيح من حديد ملبس وبيوت أقل ما توصف به أنها مزرية. الغرف مهترئة ومخصصة لكل شيء للنوم وللطبخ وللغسيل ونشره. وأكثر ما يملأ هذا الحي أطفاله الذين يلعبون بين زواياه وأزقته الضيقة في ظروف صحية وبيئية سيئة. هذه دار الشيخ الشيخ مريض منها دار منها كلش موجودين كوزينة كلش. يا مشرو فيها ثاني موجودين حوايج وهذا كولوا وهذه دارينا والمراه وزوج دراري كيف كيف منها كوزينة منها يشرب فيها حوايج ها وطيب هنا كلش هنا هاي الحالة هنا ها الفرن ها الفرن ها الفرن إن أحداً لا يعرف متى تنتهي هذه المأساة إذ تعرض بعض الأشخاص لأمراض مزمنة أودت بحياتهم. الأمر نفسه حدث مع الأب الذي فقد ابنه بسبب عدم قدرته على التنفس لانعدام التهوئة داخل منزله وصعب عليه أن يميز منذ ذلك الحين بين ليله ونهاره. عندي من 57 وإحنا هنا في الفيديو صولي ما عطاوني لا سكنه لا والو درت الدوسي درت الدوسي والو اشكيت عندي وليدي مريض هاو كواتيرو تاع السبيطار مريض
ما فيهاش النفس الدار ما فيهاش النفس هذه كاع ما فيهاش كاع النفس كان في السبيطار النفس ما كاينش فيها النفس ما فيها لا هو لا والو الدار هذه عندي قاعده وكوزينه هذه سبعة في العائلة في سبعة في دار الكوزينه أنا عايش في قمة عندنا قاعدة دار نبدأ فوق بعضنا أنا هاك شوف الظلمة فيها والميديتي فيها وكلش فيها حتى الميديتي فيها ما يستحمل خيار هذه ما عندي هذه دويلة وكوزينة هذه عمكي اللي هو ما فيها لا تأكل ما فيها ولو الليل نهار والليل حالة من الذعر والهلع أصبحت تطارد سكان حي ديسولي وأصبح هوس الترحيل شغلهم الشاغل ينامون في زحمة وسط الغرف الضيقة ويستيقظون على حلم اليوم الموعود.